هذا الأمر خاصة مما يتعلق بهذه القضية حتى ننظر إلى صالح العام. ولكن يمكنني أن أؤكد لكم أننا سنظل على تواصل مع كافة الأعضاء، وأيضا سنحاول أن نطلع كل الأشخاص بما أنهم الشعب الأمريكي حول هذا الأمر. إن أمن المواطنين الأمريكيين هو أولوية كأولى بالنسبة للرئيس بايدن. فقط يمكنني أن أخبركم ببعض الأمور حول الوضع في أوكرانيا، حيث أن النزاع والحرب مستمرة في الشرق، وللأسف إن الوضع في أوكرانيا مهم، حيث أن روسيا مستمرة في الضغط على أوكرانيا كل يوم، وهذا يضعف ونحن نعمل على إضعاف السيطرة الروسية، لأن القوات الأوكرانية في على الأرض تحاول فعل ما بوسعها. إن روسيا مستمرة في هذا الأمر ومستمرة في إنهم مستمرون على هذا النهج. إن القوات الروسية الآن تحاول أن تتطرق إلى مدن أخرى وتحاول السيطرة على الدفاع الأوكراني. إن هذا الأمر على عاتق الشعب الأوكراني، لابد أن نتأكد من أنهم يحصلون على ما يحتاجونه من مساعدات. إذا هذا الأمر لم ينتهي قبل عنقرب، وما يحدث في هذه الجبهة في أوكرانيا إذا لم ينتهي هذا، ربما يحدث في جبهات أخرى. شكرا لك. هل يمكنك أن تتحدث عن الولايات المتحدة وإمكانياتها بالدفاع عن ضد روسيا؟ سأخبرك أن لا زال هناك بعض التطويرات بخصوص هذه الإمكانيات، ولازلنا نعمل على تطوير والبحث في هذه المسائل. لن أتحدث حيال طرقنا الاستراتيجية، لن نتحدث عن هذا بشكل علني بالطبع، ولكن نحن نتخذ هذا التهديد بشكل جدي، وسوف نتحدث عن الخيارات المتاحة. وبالطبع هذه الأمور لم تطبق إلى الآن. متى علم الرئيس وتحدث حول هذه المخاوف؟ ليس لدي بعض البيانات حيال هذا الأمر، إنه يضع هذا التهديد نصب أعينه، وإن معلوماتنا العامة حيال سعي روسيا في هذا النهج هي ترجع لعدة أشهر سابقة، ليس فقط وربما لسنوات، ولكن منذ أسابيع. الآن هناك استخبارات متبادلة على أعلى مستوى للنظر في كيفية عمل روسيا في هذا الأمر، وقد تحدث الرئيس حول هذا الأمر منذ البداية، وحتى الآن هو يتطرق إلى هذا الأمر، وهذا الأمر الخاص بالأمن القومي. أتطلع إلى بعض المعلومات منك، هل الأمر يتعلق بالإمكانيات النووية أو هذه الأمور؟ لا يمكنني أن أعطيك مزيد من التفاصيل حيال هذا الأمر، فقد ما يمكنني أن أخبرك به أن لا يوجد بعض التطورات حول تلك الإمكانيات. ما هي الإمكانيات العسكرية الخاصة بالتكنوية؟ ما هي الإمكانيات النووية؟ أعتقد أن هذا يعتمد على هدف هذه الآلة التي نتحدث عنها. فبالطبع أنت تعلم أن أستراليا لديها إمكانيات عسكرية، والطاقة النووية يمكن أن تستخدم لعدة أسباب، ربما الأسباب الهندسية، وأيضا يمكن أن تستخدم كسلاح. إذن فإن الإمكانيات النووية، لن أتحدث عن أي تفاصيل بهذه الأمور، لن أزيد عما قلته مسبقا. كما قلت أننا نعمل بشكل استراتيجي مع كافة الاستخبارات، ولن نتكف عن المضي قدما في هذا التوجه. إن تصريحك الآن يبدو أنه يتحدث عن الإدارة وعن مزيد من الإيضاح والمعلومات، يبدو أنها لديه رغبة لجعل هذا الأمر بشكل علني.
ولكن اللغة التي يتم الحديث بها من جهة إدارة بايدن حين تقول أن هذه هي اللغة في هذه التصريحات على وسائل التواصل الاجتماعي ربما هي ليست ما وافق عليه هذه الجهة وهذه الإدارة. يبدو أنك تفعلين، نحن نحاول أن نفعل هذا منذ أوائل 2021، عفوا أعني 2022 حين بدأت روسيا في غزو أوكرانيا. كنا حذرين جدا حيال ما نتناقش حوله ونحاول أن نشارك فيه كافة الناس، ولكن هناك ما الأمر يتعلق بالعملية يا جاكي، إنه التحليل إذا كانت هذه المعلومات يمكن مشاركتها بشكل عام. نحن مستمرون في جمع هذه المعلومات الاستخباراتية، ومن ثم هذه الاستراتيجية الخاصة بمشاركتها مع الحلفاء. ربما هناك بعض أعضاء الكونغرس يودون معرفة هذه التفاصيل أيضا. نحن نستمر في هذه العملية الدبلوماسية بالتواصل مع الاستخبارات، ولكن هناك أيضا تلك اللغة المعينة التي يجب أن تشارك بهذه الأمور. نحن في هذه العملية، عملية التحليل والتأكيد أننا لدينا هذه المصادر، ومن ثم نخبر أعضاء البرلمان، ومن ثم نتحدث مع فريقنا من أجل أن يقوموا بإعلان الحلفاء. وبالطبع لا أعني روسيا حين أتحدث عن الحلفاء، ومن ثم نذهب إلى تلك النقطة التي يتمكن فيها من إعطاء مزيد من الشرح والتفاصيل. نحن دوما ما نمشي في هذه العملية، فبالأمس لقد تحدثنا مع العامة حيال هذا الأمر، ولكن وفقا لهذه العملية كما ذكرت. هذه الإدارة كانت تعمل مع لجنة حول تلك اللغة أو الأسلوب لإيضاح هذا الأمر لكافة أعضاء البرلمان. أعتقد أن هناك بعض الأمور هنا حين تعطي الإدارة الضوء الأخضر لنشر هذه المعلومات للعام، هذا ليس صحيحا، هذا ليس ما يحدث. نحن في النهاية نصل إلى تلك النقطة التي تمكننا من كشف هذه المعلومات جميعا إلى الشعب الأمريكي. نحن نحاول المضي في هذا النهج قدر المستطاع، ولكن هل تظن أن الرئيس تتراجع عن إعطاء مزيد من المعلومات للحلفاء أو الشركاء؟ نحن في عملية مرة أخرى، ولهذا الأمر لن نقوم بالكشف عن كل الأمور. نحن في عملية نقوم فيها بالتشاور مع الحلفاء وغيرهم تلك الأمور. لا يوجد أفكار مجنونة هنا، نحن نعمل هذا الأمر وفقا لهذه العملية. لقد تحدثنا عن إمكانية استخدام الأقمار الصناعية، إنها يمكنها أن تستخدم في كافة الأمور، بداية من الكشف عن الطقس ثم إلى الحرب. لماذا يجب أن يقلق الأمريكيين حول الإمكانيات الروسية بشأن استهداف الأقمار الصناعية؟ أي إمكانية عسكرية لدى أحدهم يمكن أن تعتبر كمخاوف لدى شخص آخر. فننظر إلى ما حدث اليوم، لقد قاموا بعدة أمور، لقد تحدثت عن التواصل وحتى النقل. يوجد مخاوف بشأن أمور عدة، مخاوف مالية. لذلك أي إمكانية يمكن أن تعمل على تهديد ما أو أن تكون لديها تأثير على بعض الخدمات هنا على الأرض أو في أي مكان في العالم، أعتقد أن هذا يمثل مخاوف لأي شخص. ولهذا نحن لدينا تلك الإمكانيات الخاصة برواد الفضاء وغيرهم. أنت تتحدث عن أي تهديد؟